أستاذ أحمد. نعم. كل عام وأنت بخير. بصحة السلامة. نحن في ثاني أيام عيد الفطر المبارك وبرحب بك في القاهرة. والأستاذ أحمد محمد أحمد سليمان الشهير أحمد أبو سريع صاحب القضية الشهيرة وهي اختطاف طائرة من مطار القاهرة وإقلاعها وإنزالها في مطار الأقصر، وكان لهم بعض الطلبات. وهسيب حضرتك الميكروفون معك توضح نبذة عن حياة حضرتك وعن ملابسات خطف الطائرة. تفضل. أولا المجموعة اللي قامت بخطف الطيارة كان معايا 2 زمايلي فلسطينيين، وكان أيامها في 76 بدأ محمد أنور السادات بيتفاوض مع اليهود سرا لعملية السلام بتاع كامب ديفيد، وكنا احنا طبعا معارضين حتى الآن إن عملية كامب ديفيد دي ما تتمش يعني. المهم اتجمعنا كشباب وحاولنا ان احنا نقوم باي عمل بحيث يسمع في العالم كله، ومش هيكون العمل مسلح. وقمنا عمليه خطف الطياره في 24/8/76 اعتراضا على المفاوضات السريه اللي كانت بتتم بين محمد انور السادات والقاده الاسرائيليين في ذلك الوقت. الكيفية بقى أو الفكرة، يعني الكيفية أو الفكرة بدأت إزاي؟ خططوها إزاي؟ لا، الكيفية أو التخطيط ليها كنا برضو المجموعة بتاعتنا الصنطوطة دي قدرنا إن احنا نخطط تخطيط بسيط كده، إن احنا نستولى على الطيارة برضو بأقل خسائر ممكن. كنتوا كام تقريبا؟ المجموعة دي كانت كام عدد؟ كنا 3 نفار. 2 فلسطينيين ولا مصر. كل يعني دور كل واحد ايه بقى؟ دور كل واحد كان فيه معانا الشيخ علي عثمان الله يرحمه، كان هو قائد المجموعة وأكبرنا سنا، ده كان مسؤول عن التفاوض مع أي مسؤول، وكنت أنا بالنسبة في الطيارة حلقة الوصل بين الشيخ علي عثمان الله يرحمه وزميلي محمد نجيب، انا اللي مسيطر على وسط الطائره ومحمد نجيب كان في مؤخر الطياره. الادوات التي استخدمت في اثناء الخطف؟ ادوات بسيطه جدا، كل واحد كان معاه مسدس، وكان معانا مطوى امريكاني اللي بصص دي، وبعض المتفجرات البسيطه كانت محطوطه في اعلى صناديق الطياره. اول ما تم تنفيذ اختطاف الطياره ايه اللي حدث بقى؟ وبداتوا تتحدثوا مع من ومن الذي يتصل بكم؟ اول ما سيطرنا على الطياره وحطينا ايدينا على الطياره هبطناها في مطار الأقصر، والمفاوضات قعدت شغاله 10 ساعات. كان الزميل الشيخ علي عثمان هو اللي بيتفاوض، كان اياميها وزير الدفاع الفريق الجمصي وزير الداخليه ممدوح سالم، وهم اللي كانوا بيتفاوضوا على لسان محمد انور السادات. يعني كان اتصال بينكم مباشر؟ بينهم بين الشيخ علي وبينهم، وكانوا في المطار كمان. في المطار. وصلوا المطار، مطار الاقصر. المطالب بقى الرئيسيه اللي كنتوا تطلبونها؟ المطالب الرئيسيه، اول مطلب رئيسي زي ما قلت لحضرتك قبل كده، فض التفاوض السري بين مصر واسرائيل لعمليه الصلح بتاعت كامب ديفيد. دي كانت عام 76. بدات المفاوضات السريه في عام 76. يعني قصد اختطاف الطائره كان بتاريخ كام بالضبط؟ 24/8/76. 24/8/76، اي يعني قبل خروج اتفاقيه السلام. طبعا احنا عرفنا من احدى القاده في منظمه التحرير ان فعلا في مفاوضات سريه بتجري بين مصر واسرائيل لعمليه كامب ديفيد. فقررتوا بقى خطف الطائرة علشان تضغطوا على السلطات المصرية ان هي توقف هذا التفاوض السري، ومش عاوزين اي تصالح يحصل بيننا وبين اسرائيل. المفاوضات بجانب في مطالب رئيسية تانية برضه بجانب النقطة دي يعني. طب المفاوضات بقى العشر ساعات اللي انتوا تفاوضتوا فيها، ايه توصلتوا لايه؟ توصلنا ان احنا كان انور السادات الله يرحمه أصدر قرار بعدم خروج الطيارة وتعطيلنا
أكبر وقت ممكن والسيطرة على الطيارة حتى لو يقولوا لنا كذبا إن مطالبكم اتحققت. يعني سيروكوا فعلا خداع يعني. عملية خداع عقبال لما قدروا يكونوا فكرة عن المختطفين وكم على الأعداد الموجودة في الطيارة. هناخد فاصل حضرتك تشرب شوية مية وأنا أعود بعد الفاصل.